اول حشوه معايا هي سمبوسك. بصوا انا قبل كده عملت يعني لمده سنتين عملت سمبوسك كسمبوسك اصلا كعجينه. تقدروا تكتبوا مثلا عجينه السمبوسك فيفيان فريد ترجعوا لها لو عايزين تعملوا السمبوسك في البيت. بس انا بصراحه السنه دي قلت خلاص انا عملتها اكسب الوقت ده بقى في ان انا ادي افكار لحشوات، لان مش كل الناس يعني هتتارجت ان هي تعمله اساسا في البيت خلاص، لكن انا كفكره عملتها قبل كده. النهارده بقى تارجتي هي الحشوات، لان فعلا الحشوات هتكون مختلفه هتعجبكم قوي قوي، فيها افكار ترضي جميع الاذواق. اول حشوه انا هعملها هي حشوه حلوه قوي للسبرينج رولز، انا بقى بعشقها كمان في السمبوسك. حشوه ايه؟ حشوه خضار، تحسوا كده ان هي ايه شويه ايجن كده شويه صيني، هتعجبكم جدا. عباره عن ايه؟ يلا بينا. اول حاجه جزر، فلفل اخضر، كرنب، ثوم، زيت، ملح وفلفل اسود، معلقه خل، معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره تشيلي صوص، وكمان هنحط ميه ودقيق علشان نقفل ايه عندنا هنا السمبوسك. نقول كمان عندي ايه هنا؟ عندي اول حاجه جزر، تاني حاجه فلفل اخضر اهو، تالت حاجه عندي كرنب مفروم وده اساسي، ثوم، وكمان انا ممكن احط جنزبيل لو عندنا جنزبيل ممكن نحط جنزبيل. انا عايزه حاجه على ايه زي ما بقول لكم على ايجن شويه او حاجه كده طعم الاكلات الصينيه. شويه زيت، ملح وفلفل اسود، معلقه كبيره خل ابيض، معلقه كبيره صويا صوص، ومعلقه كبيره تشيلي صوص، وبس عندي ميه ودقيق. ده لكل عندي هنا السمبوسك علشان بقفل بيه السمبوسك، مهم قوي. بصوا المقادير عندي بسيطه وخفيفه، الحشوه عندي هنا لازم تشم النار تدبل حاجه بسيطه قوي، ما يعني مش هدبلها. انتوا عارفين الحاجه اللي بتبقى الاسيوي اللي دايما بقول الخضار فيها لازم يكون في قرشه في قطمه، فانا هنا هحط شويه زيت بساط جدا واقلب فيهم كل ده. التشيلي صوص ممكن نحطه عندنا في الوصفه وممكن نسيبه نحط فيه السمبوسك بعد ما يستوي. تاني معلقه التشيلي صوص انا ممكن احطها في قلب الحشوه من جوه، وممكن ان انا اسيبها بره ماشي عند التقديم، بتبقى حلوه جدا زي ما بناكل يا جماعه السبرينج رول دي في الاماكن اللي هي بتعمل الاكل الصيني المعروفه الولاد كلهم بيحبوها. عندي هنا توم، وزي ما قلت لكم انا ممكن استخدم توم وجنزبيل فريش. التوم هنا انا بس بشم ريحته، بصوا انا حطيت شويه زيت صغنونين قوي قوي قوي. التوم هنا انا بس بشم ريحته مش عايزه اكتر من كده، اول ما ريحته تطلع بحط كل حاجه عندي. طبعا زي ما قلت لكم ممكن توم وجنزبيل لو عندنا اهي. دي بقى للناس اللي هي ايه بتاكل اكل نباتي، للناس اللي مش كيفه اللحوم، للناس اللي حتى ما بتحبش الجبن، هتلاقي طلبها جدا، خصوصا كل الولاد بيحبوا الاكلات الصينيه فهيلاقوا طلبهم جدا في السمبوسك دي. قولوا لي بقى انت بتقول عليها سمبوسه ولا سمبوسك؟ يعني طبعا ايه الاختلاف الاشهر على الاطلاق، سمبوسه سمبوسك. طبعا هو يعني السمبوسك تقريبا اصله هندي، مش عارفه اذا كنت متاكده المعلومه دي ولا لا، بس علشان كده هو بيتقال عليه سمبوسه. عندي هنا بصوا بس كده انا دبلت حاجه بسيطه قوي اهو، الكرنب. الكرنب ده كرنب مش كابوتشي، في فرق؟ اه طبعا في فرق. ده كرنب، عارفين كرنب السلطه اللي بنعمل بيه الكولسلو؟ بمناسبه سلطه الكولسلو بتبقى حلوه جدا كمان على سفره رمضان، يعني عايزه اقول لك في السفره يعني في الفطار في السحور من السلطات اللي هي ممكن تتسندي عليها قوي، اللي يعني فيها كرنب وجزر وزبادي، فمن الحاجات اللي هي بتشبع جدا وبترطب، ما تنسوهاش على سفره رمضان. بصوا بقى عندي هنا ادي ايه، بس الكرنب دبل، انزل الجزر، انزل الفلفل كله كده اه، واقلب، هحط بقى رشه الملح حاجه بسيطه جدا، ودليل ان انا عندي هنا ايه صويا صوص، فخلي بالك
انا هحط رشه ملح بسيطه قوي. وعندي هنا بقى الايه معلقه الصويا صوص، واقلب اهي. لازم طبعا الحشو عندي تكون ناشفه علشان ما تبلليش مين السبرينج رول لا مش بعمل سبرينج رولز، ما تبلليش السمبوسك علشان هي دي حشوه انا بعملها على طول السبرينج رولز. ف بقول لكم كده خلاص. عندي هنا بقى معلقه خل. الله الريحه بدات تطلع. وعندي هنا بقى معلقه التشيلي صوص اللي بقول لكم دي خطيره كمان، لما تيجوا تاكلوا تغمزوا بقى وتنزلوا بقى السمبوسك بقى في التشيلي صوص، بتبقى حلوه جدا، بتبقى لذيذه قوي. او تحطوها كمان في صويا صوص كمان. بس كده خلاص كده انا خلصت. بصوا ناشفه ازاي، حطيت لها كل حاجه بس هي ناشفه، ما ينفعش تكون فيها ميه علشان ايه ما تبلليش السمبوسك والطريق. هسيبها بقى كده تهدى ونلم كل الحاجه عندنا. مقادير بسيطه جدا ما فيهاش اي حاجه، انا هنزل دي بالمره اهي. طب ايه هو التشيلي صوص يا جماعه؟ التشيلي صوص كده حاجه عباره عن ايه، زي كاتشب بس مشطشط بس مسكر اكتر. بصوا تركيبه كده حلوه جدا هتعجبكم، وهي مشهوره برضو في الاكلات الصينيه. بس كده شكرا، ده خلص. دي اول حشوه. بص انا مش عامله كميات كبيره خلاص، ولكن بعد ما هتخلصوا هتلاقوا عندكم كميه سمبوسك كتير، ولكن الحشوه بتاعت كل حاجه مش هتلاقوها كميه، هتلاقوها قليله. بصوا عندي هنا بقى الميه هحطها على ايه، على شويه الدقيق دول واقلبهم علشان دول هاخد نقطة. انا عايزاه تقيل، هاخد نقطة اقفل بيه ايه السمبوسك عندي. مش كده وبس، لكل الاطباق اللي انا هفرزنها النشا اساسي يا جماعة، بعد ما بعمل السمبوسك وبلفها. يبقى انا عندي كده حاجتين اساسيتين ورئيسيتين. حلوة كده وانا بسني كل حاجة في يعني الاصناف اللي هنعملها للسمبوسك والحشوات المختلفة، هي شوية الدقيق بالمية دي حاجة مهمة جدا، وعندي كمان النشا. النشا لازم لازم بعد ما تعملوا السمبوسك تروحوا معفرينه بالنشا وحاطينه. ده بقى عايز اقول لكم اساس قرمشة السمبوسك بعد ما يخرج من الفريزر، اساس اساس قرمشه السمبوسك. ما تلاقوهوش كده ايه ماسك في بعضه ولا انفرزنه بطريقه طبعا كويسه جدا، علشان لما يطلع ما نبقاش مطلعين الحاجه حاسين ان هي اتقل قيمتها او لا ده مش حلوه. لا، اهم من اللي احنا بنعمله ده التفريز الصح لكل حاجه، مهم قوي. عندي كده اهو ادي طبق الايه الميه بالدقيق، وعندي طبق النشا اهو. امسح بس كده عشان اطلع السمبوسك ونشوف بقى هنلفه ازاي، عشان لحد دلوقتي في ناس بتشيل هم اللف. بصي عندي هنا اهو، طبعا لو عملتوه في البيت هيديكوا كميه حلوه قوي، بس لو عايزين تعملوه زي ما قلت لكم هتدوروا على طريقه عمل السمبوسك فيفيان فريد وهتلاقوها على طول. طيب هجيب طبق علشان احط فيه. بصوا انا بحب اشتغل على ايديا، طبعا انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه وتسندوا كل حاجه. هعمل كده وهعمل كده. بصوا اهي هي اهي خلاص، هاخد حبه خلاص اهو، هاخد حبه واحطها فين؟ احطها هنا بعد انهي مربع؟ بعد ده، يعني بسيب حته كده وبحط بعد كده هنا اهي، هي ابتدائيه من هنا، بسيب كده وبحط هنا اهي، وبعدين كده
وبعدين تعملوها من الناحيه دي او من الناحيه دي بالطريقه دي كده اهي، قفلت عليها خلاص. وانس ان انت قفلتي عليها لازم دي تكون مدببه كده، علشان لما تيجي تعملي كده اهو واهو، وتعدلي بقى اهو كده كده. بصي انت خلصتيها خلاص، بنربطها بقى بالطريقه دي. في طريقه تانية، في طرق كتير اهي، بس كده بقت سمبوسك عندنا. وايه؟ مفيش فيها ولا جنب مفتوح، مفيش فيها ولا جنب مفتوح. في طريقه تانية؟ اه طبعا في طرق كتير. تعالوا نعمل الطريقه الاخرى. بصوا بقى برضو على الايد اهي، برضو دي سهله ودي سهله. بصوا بقى هنا بعمل ايه، بمسك الطرف ده شايفينه اهو ده، وبروح عامله كده على الفاضي، وبعمل كده وبعمل كده اهي، فبقى عندي ايه، عندي زي قرطاس اروح منزله فيه اهو، وبعدين اروح مكمل اهي اهي. هنعمل تاني اهي، ودي اخر حته بقت عندي برضو اهي، سمبوسك اهي ومقفوله من كل الجوانب. تعالوا ناخد الاتنين تاني، بس تعالوا بقى احطها على بلانش علشان اعرف اوريكم. بصوا انتوا حابين ايه، حاضر انتوا حابين ايه السهل ليكم اعملوه اهي. تعالوا كده بمسك من الطرف ده اهو من هنا، وبعدين اروح عامله كده. بصوا من هنا لازم تبقى مدببه كده، وبعدين اروح عامله كده واروح عامله كده. خلاص بقى عندي هنا ايه، قرطاس اروح حاطه فيه اهي. طبعا دي بتنفع لكل الحشوات الطريقه دي، خلاص دي اسهل. بصوا انا عندي هنا مقفوله، خلاص بمشي كده 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 وخلاص بقى، خلاص اهي شايفين، بس كده. مستحيل تفتح معاكم طالما قافلينها بشويه ايه، عندي هنا الدقيق والميه. هلف بقى الحبه دول ونرجع نشوف هنعمل حشوات ايه تاني، يستنونا. بصوا اول حشوه عملت معايا قد ايه، تدينا كميه حلوه قوي. طبعا تقدري تكتري كل اللي انا عملته ده مره واتنين وتلاته. واحنا هنحد مع بعض دلوقتي، اديتنا كام سمبوكسيه، سمبوسه سمبوكسات الجمع سمبوسك، ماشي ما اصلا هي جمع. طيب هعمل ايه بقى، هجيب عندي هنا كيس ثلاجه واروح فرداها في علب الحفظ. خلاص ممكن اعملها في علب حفظ، ممكن اعملها في اكياس عاديه، بس بشرط لو عايزه تعمليها في اكياس عاديه فانت هتفرزنيها واحده واحده الاول في طبق زي ده، وبعدين تروحي بعد ما تتجمد في الفريزر تدخليها بالطبق، بعد ما تتجمد في الفريزر بالطبق تروحي مطلعاها حاطه في اكياس. ما ينفعش احط في اكياس ايه وهي طريه. تاني انا دلوقتي هفرزن ازاي، هفرزن في علبه اهي، بفرشها بايه، كيس تلاجة اهو. طيب انا ما عنديش علب، انا عايزه في اكياس هي فيفا يعني ابسط حاجه، يبقى هتعملي ايه اللي انا بقول عليه ده، هتعملي كده اهو ماشي، وتنفضيها طبعا من اهو النشا وهنفضه تاني. بصي ما ينفعش يكون اهو، ما ينفعش يتحط غير بالطريقه دي. ليه؟ دي مش مقفولة، اقفلها بس اهي. ليه بقى؟ علشان لو حطيته في بعضه من غير ما اديله النشا ده مش هيقرمش معايا، وكمان هيلزق. لازم اعمل كده اهو. ده بقى طبقة بتعزله تماما، شايفين شوية نشا اهو. طيب انا دلوقتي هفرزنه في كيس، هعمل اللي انا بعمله ده،
وادخل الطبق ده الفريزر، كل سمبوسك يتفرز، ما بكونش حطه على بعضه كل واحده يعني لوحدها، وبعدين اطلعها اعبيها في كيس. طب لا انا عندي علبه هعمل كده، هنفض واروح حاطه كده اهو بالشكل ده كده اهو، خلاص هعمل ده كده هنا علشان يبقى اسهل لي. نشا وعفر، دي عايزه تتقفل بس احنا هنا كنا شغالين بسرعه كلنا انا ورجالتي عشان نعمل الكميه. ما بحطش على بعض، خلوا بالكم ما ينفعش السمبوسك تتحط على الثانيه اهي. يعني انا بصي دلوقتي رصصت ايه، 1 2 3 4 5 6 7 اهم، هعمل ايه؟ مش هحط عليهم، لا هنزل بالكيس عليهم، هنزل بالكيس عليهم، ده مهم جدا الاول وبعدين احط. اجي بقى اطلع من الفريزر، اطلع بالعدد اللي انا عايزاه. رقم واحد، ما ينفعش السمبوسك يطلع واسيبه يعني اقول ايه يفك، غلط هتلاقيه عجن معاكي. امال ايه؟ بطلعه على الزيت مباشره او على الاير فراير مباشره، خلاص بطلعه يا اما على الزيت يا اما على الاير فراير على طول اهو، ما بسيبهوش يفك. تاني حاجه، ما بطلعش وانسى البتاعه بره، العلبه بره، واخد اللخد وارجع ما ادخلهاش الفريزر، هلاقي حاجه عندي عباره عن عجين. مش صح خالص ان انا اطلع الحاجه تفك وتسيح وبعدين ادخلها. شايفين؟ اروح واخده كيس كمان اهو واروح حطاه هنا، واروح حط اخر طبقه. مهم بقى الاهم من كل اللي انا بعمله ده ان انا اكتب. بكتب ايه؟ بكتب الطبق ده عباره عن ايه، علشان ما تقعديش تطلعي وتقلي مثلا وانت تارجتك حاجه تلاقي نفسك داخله في حاجه تانية، ده لا ده مش هو ده اللي انا عايزاه. مهم جدا اجيب ورقه وقلم واكتب على العلبه والزق عليها اهو. بصوا عملت علبه كامله، واقفل كده خلاص. وعندي هنا بقى ايه، استنى بس ايه، كنت شغاله متحمسه جدا وما لبستش اي جوانتيات، فطبعا النشا بقى عالمي متحمسه. بيقولوا لي اه طب ليه متحمسه بقى اهو، عادي عادي، ده النشا ده مش عجين اهو. هعمل ايه بقى؟ هجيب عندي الغطا اهو واقفل عليه، بس انا مش هقفل عليه يعني هوريكم، بس الم كده واقفل عليه بس كده. هتطلعي عايزه تبيعي بقى تعمليه وتبيعيه بقى، مش عايزه احكي لك. العلبه دي تتباع بالحشوات دي بمبلغ وقدره اهو، احنا بقى عاملينه. عايزه اقول لكم الاثنين السبرينج رولز بالخلطه دي برقم على فكره، انا بقى مش هغطيه خلاص بس هكتب على الغطا. تعالوا نحطه بقى هنا اهو. مهم النشا، اه مهم النشا علشان زي ما بقول لكم يفضل معانا مقرمش.